فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا لم يجد الحاج مكانا له في منى إلا في طرقات الناس، ولم يتمكن من دفع مبلغ للحملة، وليس لديه إلا ما يكفيه من مصاريف، هل لا بد أن يقيم في منى وأن يبيت فيها أيام التشريق، أم أن له رخصة في طرقات الناس؟ لا، ما يقيم في طرقات الناس، لأن هذا ضرر عليه وعلى الناس، خطر عليه. هذا انت يسر له يقيم، يجلس في مكان ليس طريقا، يجب عليه ذلك، وإلا يجلس في آخر الحاج، ولو خرج من منى، هذا ما يستطيعه. نعم.